انا شغال مثلا بقالي 30 سنه في شغلانه التحنيط دي، والله انا شغال على السطح عامل كده ورشه صغيره وبقعد اشتغل فيها، باخد الحيوانات ميته او الطيور ميته، وفي طيور بتتسلخ وبتتحنط عادي، والحيوانات برضو بتتسلخ وبتتحنط. يعني حاجه زي التمساح دوت بيجيني ميت وببدا افتحه واسلخه من جوه، باخد الجلد بس، وبعد كده بحقن الاماكن اللي هي ما بتتسلخش، وبعد كده بروح جاي عامل الجلد بتاعه بحطه في الدباغه، بيقعد مثلا 5 ايام، وبعد كده بطلع اعمله هيكل سلك ويتحشي ويتخيط، وابدا اديله وقفته الطبيعيه اللي هي زي كده. الشغلانه ايه يعني، انا مش مربحه لدرجه ان انا افتح محل. الحاجه الثانيه اني مش هبقى فاضي اقعد في المحل ولا اطلع اشتغل، لان المفروض انا ابقى موجود في المكان اشتغل، والناس بتجيلي في المكان برضو اديهم الحاجه بتاعتهم. حاجات البيئه بتبقى منعاها، بس انا ماليش دخل بالموضوع ده، يعني انا ماليش دخل ايه اللي يمنعوه إيه؟ انا ليه دخل واحد زي حضرتك مثلا ممكن يقول لي انا عندي صقر مثلا عايز احنطه مات عندي، او بغبغان حلو مات عندي عايز احنطه، بحنطه كله. معظم الناس بتحنط بالفورمالدهايد بس، فده غلط. لازم في مواد تانية انا بضيفها على الفورمالدهايد بتديني روح عمر للحاجة. نفسي أعمل متحف لبلدي لمصر، يعني نفسي أعمل فيها متحف للحاجات اللي هي النوادر دي والحاجات المحنطات